احنا صحيح الانجاز اللي تم فيما يخص دحر الارهاب كان انجاز كبير قوي، وكمان كان ثمنه كبير قوي. وعشان كده اسمحوا لي اقول لكم ان احنا دايما محتاجين مش بس يعني نحيي ونتذكر ابنائنا الذين قدموا والذين أصيبوا أيضا في هذه المعركة من أبناء الوطن، من كل أبناء الوطن. وأنا لما بتكلم في النقطة دي وبحاول أن أنا أستدعيها مش كفقرة نقولها في خطاب، لا، كتمن دفعته مصر وأبناء مصر وشعبها. أرجو أن احنا كلنا كمصريين ومصريات كمان ما ننساش أبدا أن في تمن كبير قوي الدفع خلال السبع سنين اللي فاتوا عشان نصل إلى هذه المرحلة. فاسمحوا لي مرة تانية وتالتة إن احنا نوجه التحية والتقدير والاحترام وعايز أقول الأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب، احنا مش هننسى ابدا ابدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بابنائكم لهذا الوطن، مش هننسى. والنسيان هنا مش اعترافا بس بفضلكم وبفضل ابنائكم اللي استشهدوا، لا، الفضل هنا بان احنا هيكون ثمن هذه الشهاده وهذه التضحيه هو بناء مصر القوية الجديدة. هو ده اللي أنا بس عايز أأكده معاكم عشان تبقوا عارفين إن التمن للدفع ده هو تمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه إن هو تمن لبلد فيها 100 مليون، ال100 مليون دول يعيشوا إن شاء الله في أمان وسلام واستقرار وتقدم.